اهلا بحضراتكم مره تانية، والفقره المميزه فقره الثلاث المميزه مع المتميز الناقد الرياضي عمر البنوبي. مرحب بك يا عمر، اهلا بيك. اهلا كابتن هاني، منتظرينك من كل ثلاث لثلاث يا عمر. ربنا يخليك كابتن هاني، ده شرف ليا طبعا ان انا اكون موجود. لا مشرفنا دايما عمر. وخلينا نتكلم قبل ما نتكلم طبعا على ملف كاس العالم للانديه واستعدادات النادي الاهلي وكواليس، واحنا في اجواء كمان كاس العالم للانديه خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. خلينا بس أخد رأيك في القضية المهمة على الساحة الرياضية النهاردة بالنسبة لمنتخب الشباب، وعدم الاهتمام بهذا المنتخب في ظروف صعبة جدا جدا جدا، ويعني ضياع حلم أجيال. ويمكن تابعتنا واللعيبة قد إيه عندها إصرار إنها تكمل هذه البطولة. يعني كابتن هاني، في البداية أنا هاخد من كلام حضرتك إنه بعيدا عن كل اللي حصل، اللي حصلت الإصابات بالعدد ده أو غيره أو غيره أيا كانت الأسباب، لكن في النهاية احنا بنتكلم عن فرصة جيل في انه يتواجد ويكتسب خبرات ممكن تفرق معاه في مستقبله وفي مستقبل الكرة المصرية لمدة على الاقل 20 سنة جاية، انه الجيل ده بيطلع بيكمل على الجيل اللي قبله وبيجي وراه جيل كمان يكمل. انت هنا بتفقد جيل وميزة ولعيبة كويسة جدا ومجهود عظيم بذله الكابتن ربيع ياسين وجهازه الفني واتحاد الكورة واللعيبة واولياء امورهم كمان، ان هم يجهزوا منتخب يحاول انه يوجد لنفسه مكان على الساحه، انه يكتسب خبرات، انه يلعب في بطوله امم افريقيا، يعدي التصفيات، يلعب امم افريقيا في موريتانيا، بعد كده يلعب كاس عالم. اعتقد انه لعيب زي حضرتك لما بدات في سن صغير برضو، وبدات في منتخبات وطنيه ولعبت كاس عالم وغيره وغيره، الفرصه دي لو ما كانتش جت ما كانش هيبقى قاعدين كده. محمد صلاح والنين طلعوا احترفوا نفس الحكايه، يعني موضوع ان محمد صلاح يطلع ويعمل هذا الانجاز الكبير امم افريقيا شباب. تخيل انت جيل مثلا محمد صلاح ما كانش لاعب الاولمبياد، تخيل بالظبط، لا لاعب امم افريقيا شباب ولا تاهل ولا لاعب اولمبياد بالظبط، ولا لاعب كاس عالم كمان في 2000 في كولومبيا مع كابتن ضياء السيد. فاحنا بنتكلم زي ما حضرتك شفت كده، اللي بنستعيده في الذكريات دي انه لا، ده الجيل ده اشتغل مع كابتن مصطفى يونس، كابتن هاني رمزي، كابتن ربيع ياسين، اشتغل مع كابتن ضياء السيد، اشتغل مع مدربين اكتسبوه خبرات لانه كان ماشي في طريقه، بيشارك في كل المنافسات اللي بتقابله لدرجه انه وصل لاعلى درجه من درجات احتراف كره القدم بانه يلعب كمان اولمبياد. صحيح. ويحتك بنيمار ويحتك بمنتخب البرازيل ومنتخب اليابان، يعني اعتقد انه الجيل ده هيتظلم لو ما تمش معالجة الموضوع. أنا ما يهمنيش مين اللي هيعالج الموضوع، مين اللي هياخد اللقطة في الآخر، مين اللي هيبقى بطل، ده ما يهمنيش. يهمني إن اللعيبة دي تاخد فرصتها، يهمني إن هم يكونوا أولا في أحسن صحة وحال، وإن هم ياخدوا فرصتهم ويدافعوا عن مستقبلهم، إن هم عاوزين يبقوا لعيبة كويسة ويبقوا لعيبة دولية ويمثلوا مصر من بدري من سن صغير، يكتسبوا خبرات ويبقى لهم مستقبل. لكن ضياع مستقبلهم الكروي مساء. والاهم ده، الاهم من كل ده كمان، ان احنا ناخد درس من اللي حصل ده يا عمر. يعني احنا بنعاني، وانت متابع الساحه الرياضيه بشكل كبير على مستوى المنتخبات كلها، ان هذه يعني اللامبالاه في اعداد الصف الثاني والصف الثالث، عندنا مشكله كبيره جدا في مصر. فناخد كمان هذه المشكله ناخدها كمان للمستقبل، اتحاد الكره القادم ان شاء الله تكون اتحاد مسؤول عن المنتخبات، تكون في لجنه، في رابطه انديه محترفه مسؤوله عن الدوري، ونخلي اتحاد الكره مسؤول عن المنتخبات ويبدا يظبط الموضوع ده بشكل كبير، لان دوت زي ما بقول لك بنعاني منه بقالنا سنين طويله جدا جدا. يا كابتن هاني، الاجيال اللي هي بتبقى لعيبه ناشئين او منتخبات ناشئين او منتخبات شباب او منتخبات اولمبيه بتفضل بره الكادر تماما الى ان يحققوا انجاز بايديهم. صح. بدراعهم، فيبتدي يظهر للانجاز ده الف اب والف راعي، وده اللي احنا شفناه في 2001 في برونزيه كاس العالم، شفناه بعد كده في جيل لعب اولمبياد مع حضرتك في 2012. فيعني اعتقد انه لا، احنا المفروض نتعلم من اللي فات ونتعلم من الموقف ده، بس لحد امتى هنفضل نغلط وما بنتعلمش؟ هو ده الاهم يعني. وكمان كان اخر حاجه اللي يعني كمان كنت بربط دور الكابتن محمود الخطيب مع بعثه النادي الاهلي في كل المشاوير الصعبه زي ما بيقولوا، يعني السودان، في السودان مثلا البطوله اللي فاتت دي تحديد. بنتكلم على وجوده في السودان، وجوده في الوداد، رغم كمان المغرب كان تفكر في الفتره دي كان في اصابات كورونا كتيره وناس متزايده وتاجلت المباريات لفتره وغيره، وجود ليجند وسط الناس ديت، وجود رئيس للبعثه ومسؤول اكيد على الشكل المعنوي وعلى الشكل الاداري، لكن عدم وجود كمان رئيس للبعثه في بعثه رسميه لمنتخب مصر في بطوله
هتوصلنا لدرجات لغايه ما نوصل كاس عالم، اعتقد ده كمان شيء محزن يعني. يعني اتمنى ان احنا نتلافى كل المشاكل دي، واتمنى ان الجيل ده يتم انقاذ ما يمكن انقاذه. خسرت ماتش مش مشكله، ممكن تلعب وتكمل حتى ينافس، يحس ان هو تعب الفتره اللي فاتت كلها ما راحش على الارض. صحيح. ان هو ينافس ويكمل حتى لو ما قدرش يصعد، لكن في النهايه يبقى عامل اللي عليه. صحيح. طيب نخش ملفنا النهارده، كاس العالم للانديه. ويمكن انت قبل الهوا بتقول لي يعني جايه مع الاجواء وجايه مع ذكريات كاس العالم للانديه، ان يمكن استعدادات النادي الاهلي. عايزين نعرف منك كواليس اشتراك النادي الاهلي في، اعتقد دي هتبقى المره السادسه بالظبط ان شاء الله، الخمس مشاركات للنادي الاهلي، بتقيمه ازاي وشايفها ازاي؟ يعني خلينا نقول انه الاهلي هو الممثل الوحيد للكره المصريه في تاريخ كاس العالم للانديه، هذا يكفي، وهذا هو النجاح الاكبر، بخلاف ان هو حقق اكبر نجاح للكره المصريه كمان انه وصل ثالث العالم. فده يعني يختصر كل الكلام، انت الممثل الوحيد في الخمس مرات اللي مثلت بيهم الكره، مثلت فيهم الكره المصريه في كاس العالم للانديه، انت النادي الاهلي فقط لا غير. فاعتقد ان ده اكبر نجاح ويختصر كل الكلام. لكن لو نرجع كده بالذاكره شويه لورا، احنا زي اليومين دول كان الاهلي بيبقى بيلعب كاس العالم للانديه، يمكن في جيل كبير يا كابتن هاني رمزي، عايز اقول لك مثلا شفت في اجواء كاس العالم 90 الجمهور كان بيبقى مهتم ازاي. في جيل من مشجعين النادي الاهلي اللي هم دلوقتي عندهم كمان 20 سنه وعندهم 24 سنه، الجيل ده شاف الاهلي في كاس العالم للانديه ومن هنا ارتبط قوي بالنادي الاهلي بالمناسبه، لانه في الوقت ده كانت الماتشات بتتلعب في اليابان، اول نسخه صحيح. راح النادي الاهلي كانت يعني يمكن دي النسخه اللي فيها البرونزيه 2006، ده فلافيو قدام اوكلاند سيتي في المباراه الاولى، نسجل فيها فلافيو وسجل فيها بوتريكا. قبلها كان في مشاركه، المشاركه الاولى كانت 2005، الاهلي لعب اتحاد جده في الدور الاول وخسر 1-0 بجول محمد نور، بعد كده لعب سيدني الاسترالي خسر 2-1 وكان اول هدف في تاريخ الاهلي في كاس العالم للانديه سجله عماد متعب في سيدني الاسترالي. بعد كده المشاركه اللي احنا شايفينها على الشاشه دي، دي مشاركه تاريخيه، دي مشاركه تاريخيه. يمكن الجول ده والمباراه دي تحديدا كمان الاهلي اتظلم فيها قوي، يعني الاهلي كان يستحق انه يوصل نهائي، ولو كان وصل نهائي برشلونه ما لعبش كوره بجنيه في نهائي البطوله دي وانترناشونالي اخدها. ويعني انا واثق 100% لو الاهلي كان وصل نهائي 2006 كان هياخد البطوله دي على المستوى اللي شفناه. طبعا الاهلي عمل مباراه من اقوى مبارياته قدام انترناشونالي البرازيلي. وفلافيو سجل جول، واتظلمت تحكيميا، كان في قرارات تحكيميه غريبه في المباراه دي، لكن في النهايه يعني ذكريات اعتقد جميله للمشاركه الاولانيه ان انت بتجرب بتشوف. المشاركه الثانيه بقى تلافيت كل السلبيات اللي كانت في المشاركه الاولى، بدات مع اوكلاند سيتي رايح بدري، مانويل جوزيه كان المدير الفني وقتها، راح بدري علشان اللعيبه الساعه البيولوجيه بتاعتها تتظبط تعرف الاجواء، ينام كويس، يصحى في ميعاد تمرينه. الجمهور هنا كان بيستنى الماتشات الصبح، ودي ما كانتش بتحصل يعني المرات النادره ان احنا نلعب ماتشات الصبح بدري كده. جمهورنا فكرنا كمان ماتشات البدري كان كاس العالم للقارات برضو كان في المكسيك، كان كان نفس الامور، الناس كانت تستنى المباريات، وكاس العالم للانديه كنا انا فاكر كنا بنصحى بدري جدا عشان نتفرج على الماتشات بالظبط. فيعني ده في جيل يقول لك يعني طبعا مش بنشجع الهروب من المدارس يا جماعه، بس في جيل فعلا يعني انا حضرتها، جيل كان بيهرب من المدرسه عشان يشوف ماتش الاهلي في كاس العالم للانديه في البطوله دي وفي البطوله اللي بعدها كمان بتاعت 2008، ده ماتش كلوب امريكا المكسيكي، يعني اعتقد كمان من اجمل الماتشات اللي الاهلي لعبها في كاس العالم للانديه، ومن اجمل ماتشات فرق افريقيا في كاس العالم للانديه كمان. يعني اوكلاند سيتي كان الخطوه الاولى لانك تتاهل وانك تنافس على الصعود للنهائي، ما وفقتش لكن نافست على البرونزيه وقدرت تاخدها. يمكن فريق اوكلاند سيتي من الفرق اللي تاهلت كتير لكاس العالم للانديه برضو، كانت البدايه في الفتره دي. يمكن بالنسبه للعيب اللي قدامنا اللي عدى انا يمكن اسمه مش حاضر في بالي قوي، مكسيكي، هو كان من نجوم منتخب المكسيك، وصل دلوقتي انه بقى محافظ وبقى عضو برلمان، دخل في السياسه بعد كده بالمناسبه. يعني احتفاليه، يعني برضو عايز اخدك للجزئيه ديت، وشايفين احتفاليه، وده طبعا حصول النادي الاهلي على البرونزيه في كاس العالم للانديه 2006، وقد ايه هذه الاجواء، وقد ايه ان كمان بتحط النادي الاهلي او خلاص النادي الاهلي بقى في مصاف الانديه العالميه. هو ده الطبيعي للنادي الاهلي، ما ينفعش منظومه تشتغل طول الوقت على هدف النجاح وما تنجحش، لا هتنجح وهتحقق اللي انت بتدور عليه. يمكن نسخه 2006 تحديدا حابين نتكلم عنها، في
في الوقت ده الاهلي راح بدري وحضر، وبعدين عنده ماتش اوكلاند سيتي. اوكلاند سيتي كانت مجموعه من اللعيبه هم كلهم عناصر تقريبا في منتخب نيوزيلندا مع محترفين قليلين. الاهلي نزل المباراه دي خلص الشوط الاول 0-0، لكن قدر في الشوط الثاني ان هو يحسمها بهدفين لفلافيو وهدف لابوتريكا. اعتقد معانا حاجه ممكن حضرتك تقدمها برضو بخصوص فرقه اوكلاند سيتي. معنا انترفيو لريكي فان ستيدن. طبعا معنا ده من على فكره من القلائل كمان اللي لعبوا او حضروا كاس عالم انديه على مستوى لعب وعلى مستوى الاسيست. مدرب كان اكتر من نسخه كمان، يعني هو لعب كاس عالم 2006 ولعب ضد الاهلي، لعب كاس عالم بالمناسبه، لعب كاس عالم برده 2009 في الامارات. وسجل جول في مازيمبي، جول الفوز اللي خدوا بيه تأهلوا، خدوا المركز اعتقد الرابع في الوقت ده. ريكي فان ستيدن هو من اللعيبه اللي لعبت منتخب نيوزيلندا، من لعيبه اوكلاند الكبار اللي بعد كده كمل فعلا وبقى اسيستنت كوتش وكمل. طب تعال نشوف. انت يمكن عندنا تقرير او كلمه من هذا اللاعب المدرب اللي شارك في كاس عالم الانديه امام النادي الاهلي، نشوفه ونرجع مع حضراتكم مع الناقد الكبير عمر البنوبي. Such big names like Barcelona, Club America, also Al Ahly of course. It was a big honor for us. It was very exciting, but also very nerve-wracking. We're all very nervous, especially the first game against Al Ahly. We'd seen a lot of video on the team. They were very well organized with some very strong players. Flavio was there, of course, at the time, and not to mention Aboutrika, who was a brilliant player in the center of midfield. He really ran the game, very controlled, great passer, strong. It was a great honor to play against someone of his caliber. And I will always remember that match, mainly because of him. So again, great honor, something I'll never forget. I hope that's enough for you, Emma. If you need anything else, let me know. Take care, bye. يعني تقرير اكتر من رائع عمر، بيبين قيمه كمان النادي الاهلي، وبيتكلم كمان على ايقونه النادي الاهلي ابو تريكه، بيتكلم على فلافيو، بيتكلم على استعداداتهم كمان لمواجهه النادي الاهلي، وكان عندهم توتر كمان من النادي الاهلي في هذا مشوار كاس العالم للانديه 2006. يمكن مشاركه 2006 زي ما قلنا هي اعظم مشاركه للنادي الاهلي حتى الان في كاس العالم للانديه. كنت سعيد جدا لما بسمع مع حضرتك برضو الكلام ده، انه بيتكلم احنا حضرنا للاهلي واتفرجنا على النادي الاهلي، فرقه منظمه جدا، شفنا فيديوهات ان انا هو ده ريكي فان ستيدن في وقت ما كان بيلعب في اوكلاند قبل الماتش. دي صوره المباراه بالمناسبه في اوكلاند. ويعني بيتكلم كمان انه فلافيو، لانه هو حط الجول الاولاني وذكر برضو صاحب الهدف الثاني بوتريكا، اتكلم على بوتريكا شويه زياده وقال انه يعني كان فخور انه يلعب ضد بوتريكا، غني عن التعريف بالنسبه لهم. اعتقد انه الحاجات دي بتوري كمان الجيل اللي ما شافش انه لا ده الاهلي حتى لحد النهارده. الانترفيو ده معمول امبارح مع ريكي فان ستيدن، انه لحد النهارده بيقول انا ما اقدرش انسى المباراه دي تحديدا، لان هم بعد كده اخذوا برضه هم الخبره، وفي البطوله اللي بعدها في 2009 قدروا ان هم يحققوا مركز افضل لاوكلاند. هو افضل مركز، هو متواجد على طول كمان في كاس العالم للانديه، ومتواجد في اللي جايه بالمناسبه، يعني عشان بنتكلم النهارده هو مرشح انه يلتقي الاهلي يعني في المباراه الجايه. دي برضه الفرقه اللي لعبت ماتش اوكلاند سيتي، يعني شايفين بقى ابو تريكا، شديد قناوي، عصام عاشور، اسلام الشاطر، صديق، شادي، وائل جمعه، فلافيو، شوقي، متعب، عصام الحضري. يمكن بالمناسبه يعني اللعيبه دي اساطير، واساطير في كاس العالم للانديه. لما يبقى عندنا حلقه امبارح كانت رائعه مع كابتن وائل جمعه، صحيح. كابتن وائل جمعه هو اكتر لعيب مشاركه في كاس العالم للانديه 11 ماتش، يعني 11 مباراه بالظبط، يعني وكريستيانو رونالدو الهداف، سبع اهداف في كاس العالم للانديه. لكن ان يبقى عندك كمان وائل جمعه اللي هو من اكتر اللعيبه او اكتر لعيب مشاركه في كاس العالم للانديه، الحاجات دي مش من فراغ يا جماعه. ولما تيجي الاهلي بعد كده يشارك في كاس العالم للانديه، فبقى عنده تاريخ في البطوله دي، وتاريخه معروف، والجمهور بقى عارفه كويس. بالنسبه لجمهور الاهلي كان حاضر، كنت لسه هسألك على جماهير النادي الاهلي، كان في اليابان كان موجود كمان، يعني كان في يمكن العدد صغير شويه، لكن يعني كان الصوره دي يا كابتن هاني، الصوره دي ماتش اوكلاند في اليابان. ها
في اليابان في ماتش اوكلاند اوكلاند يعني شايف الجمهور النادي الاهلي ورا النادي الاهلي في كل وقت في كل مكان. مكان طبعا. ويعني حتى لو رحت اليابان هتلاقي جمهورك وراك. الحاجات دي يا جماعه لما فريق النادي الاهلي والجيل اللي موجود من اللعيبه دلوقتي يشوفها يعرف هو داخل على ايه. كمان فكره مشاركه في كاس العالم للانديه، احنا عندنا في الفرقه اعتقد مفيش غير كابتن وليد سليمان، كابتن رامي ربيعه، كابتن سعد سمير اللي لعبوا كاس عالم انديه في 2013 كانت اخر مشاركه للنادي الاهلي قبل المشاركه اللي جايه بقى باذن الله. اعتقد انه هيحكوا لبقيه اللعيبه على الكلام ده، فكره ان جمهورك وراك في اي حته في العالم. ده حقيقي وبتدي حوافز، رغم ان هم كمان يعني من خلال طبعا معرفتي باللعيبه وكلامي معاهم هم كمان بالنسبه لهم حلم، ان زي ما انت قلت يعني 99% ما لعبش كاس العالم للانديه بالنسبه لهم ان هم كمان هيتواجدوا على الساحه العالميه. وارد جدا ان احنا نلعب البايرن بطل اوروبا، تخيل كميه المشاهده على مستوى العالم هتكون عامله ازاي، كميه الفاليو اللي بياخدوا اسم النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي لما بيتحط مع هذه الانديه. اعتقد كل دي مكاسب حتى يعني بعيدا عن الفنيات، يعني مجرد المشاركه في هذه البطوله دي مكاسب ماديه كمان ومكاسب معنويه كبيره جدا. اعتقد كمان لو كان الظروف افضل من اللي احنا فيها دلوقتي والكاس العالم للانديه مش هيبقى في اليابان، ده هيبقى في دوله برضو عربيه، فاعتقد انه هيبقى في جمهور كتير جدا عكس كل مره شارك فيها النادي الاهلي في البطوله. بمناسبه نسخه 2006 يعني اعتقد انه ابو تريكا كان هداف النسخه دي 3 أهداف، فلافيو كان تاني الهدافين بـ2، الجوائز كان فيها ما الجوائز كان فيها يعني انت يعني احكي لنا برضه على الجوائز. يعني يبقى عندك الهداف وتاني الهدافين عندك في النسخة دي وانت واخد مركز تالت، يعني انت حتى مش واخد ميدالية، واخد ميدالية طبعا، وفجأة تلاقي انه افضل لعيب هو ديكو اللي هو برشلونة جه لعب ماتش وخسر. يعني اعتقد ان كان فيها تدخل للرعاة بشكل كبير جدا في اختيار مين ياخد الجوائز، وانه دايما بيبقى التفضيل لاوروبا شويه، انه يبقى النجم من فرقه الفرقه اللي جايه من اوروبا بطل دوري ابطال اوروبا علشان الرعاة. كان في رايك يستحقها ابو تريكا؟ كان يستحقها ابو تريكا طبعا في الوقت ده انه يكون افضل لاعب في البطوله، وفي نفس الوقت كمان البطوله دي كمان يعني شهاده مولد نجوم. يعني بمناسبه ماتش انترناشونالي كانوا في قمه الفرحه ان هم قدروا يتخطوا النادي الاهلي، وكان ميلاد نجم اسمه الكسندر باتو اللي بعد كده لعب في الميلان بالظبط، هو المباراه دي اللي شهرته واللي خلت الناس تعرفه لما اظهر مهاراته لما خد الكره على كتفه في الصوره اللي احنا شايفينها دي كده في هجمه على الخط والجول الاولاني والكلام ده. اعتقد انه البطوله دي كانت مميزه في كل شيء يا كابتن هاني، حتى في نتيجتها كانت مفاجاه، يعني الانترناشونال يصعد على حساب الاهلي بالعافيه طبعا بالعافيه مفاجأة. ويقدر انه ياخد البطوله من برشلونه في ماتش كان ممل جدا. يعني بس برشلونه بيني وبينك يعني انا متهيألي ما راحش، يعني كان احسن ما كانش روح بالظبط. يعني لا هو كمان انا فاكر الماتش كويس جدا، ما لعبش كوره والجول جه في اخر 10 دقائق اعتقد والموضوع انتهى، وفجاه برشلونه بقى مركز ثاني وانترناشونال بقى بطل المسابقه. اعتقد انه لسه في نسخ هنتكلم عنها بعد كده، هنتكلم عن نسخ. بس قبل ما نروح لجزئيه تانية، تفتكر ممكن جدا نظام البطوله يتغير خلال السنوات اللي جايه على اساس ما يبقاش بطل اوروبا هو اللي جاي يا دوبك بيلعب من المباراه قبل النهائيه، يعني يلعب له مباراتين وياخد بطوله؟ ممكن الجزئيه تتغير ويبقى في شكل على مستوى الفير بلاي خلينا نتكلم بيكون افضل من كده ولا اعتقد انه هو خلاص. لكن انا تابعت الاجتماع الاخير لمجلس الفيفا، اتخذ فيه قرار انه البطوله هتتلعب في اليابان مش في الصين اللي هي بعد اللي بعد اللي جاي. وبالتالي تم ارجاء تطبيق نظام زياده عدد الانديه في كاس العالم للانديه والنظام الجديد اللي كان بينادي بيه انفانتينو عشان يحقق عوائد ماليه اكبر. وكان عايز كم نادي؟ كان عايز يعمل لا انا مش فاكر العدد بالظبط تقريبا، بس كان عايز يزود عدد الانديه المشاركه انها توصل لاعتقد 16 نادي موجودين في البطوله علشان يعمل بطوله كبيره ويعملها في توقيت مختلف. وكان المفروض يعمل البطوله دي في الصين بطوله موسعه، لكن بسبب الظروف الحاليه هو قال ان النسخه جايه في اليابان وبالنظام القديم. طيب خلينا يعني ناخد كمان من يعني قرارات مجلس اداره النادي الاهلي النهارده ان امير توفيق هيسافر الامارات لتجهيز اللبس، طقم النادي الاهلي اللي هيلعب بيه كاس العالم للانديه. قول لنا فكرتك ايه عن التجهيز بقى والعمليه الاداريه بشكل كبير للتواجد بشكل يليق باسم النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي في
حفله كبيره زي كاس العالم للانديه. هو التدقيق في التفاصيل يا كابتن هاني زي ما حضرتك قلت دلوقتي انه الاهلي من دلوقتي بيفكر انه كابتن امير توفيق هيروح الامارات وهيروح يجهز الطقم اللي هيلعب بيه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. اعتقد انه الاهلي لما بيشارك في كاس العالم للانديه ادارته بتكون دايما على مستوى الحدث. شفنا المشاركات اللي قبل كده كلها، شفنا الصور وشفنا الماتيريال اللي اتعرض كله للمشاركات السابقه. اعتقد انه كان الاهلي في افضل صوره سواء في التجهيز الاداري او الاهتمام بالبعثه او التدقيق في التفاصيل، حتى انا هسافر امتى، الاجراءات الاداريه كلها بتبقى مجهزه على اعلى مستوى. فاعتقد انه هي خطوه برضو بدايه، واعتقد انه كمان هيبقى في تحضير اكتر من كده بكتير الفتره اللي جايه، واعتقد المشاركه اللي جايه باذن الله. أيوة انا عايز اكلمك المشاركه اللي جايه شايفها ازاي فنيا، نتكلم على الجيل الحالي. طبعا جيل 2006 يعني اعتقد كان عنده الخبرات وعنده الامكانيات الفنيه، شايف ان شاء الله مشاركتنا في النسخه القادمه هتكون شكلها ازاي؟ انا شايف انه النسخه اللي جايه فرصه كبيره ان احنا نشوف المنظر ده تاني، نشوف المنظر الرائع ده، نشوف استقبال فرقه الاهلي ثالث العالم للانديه، واستقبال كان شعبي في القاهره من المطار لمقر النادي الاهلي. كانت احتفالات الناس كلها مستنيه فريق النادي الاهلي، حتى مستوى الاهلي في الاحتفالات الباص المكشوف ده ما كانش اتعمل في مصر قبل كده. اول مره يعني كانت اول مره تتعمل، الناس كلها مستنيه النادي الاهلي بالاعلام في الشوارع من المطار لحد مقر النادي الاهلي. اتمنى انه الجيل اللي موجود دلوقتي يشوف الكلام ده ويبقى فعلا يبقى حابب انه يكرر ده يعني كمان. احنا الفتره اللي جايه كمان يعني بنشكرك يا عمر على الفيديوهات ديت، قايم بمجهود رائع طبعا مع معدينا للصوره ديت، لما كمان اللعيبه تتفرج عليها وتبقى حافز بالنسبه لهم ان وصول النادي الاهلي ببرونزيه من كاس العالم للانديه، الاستقبال الشعبي والتاريخ اللي بيكتبه كمان اللعيب لنفسه، ده سي في بيتحط في تاريخ اللعيبه، وشايفين اساطير موجوده، ابو تريكه والجمعه، بنتكلم وائل شيتس موجود، بنتكلم على يعني كل النجوم اللي حضر دول، والاستقبال الرائع زي ما احنا شايفين. دي صوره يعني تحفز اي حد، بالظبط. واعتقد يا كابتن هاني احنا ما كلمناش ريكي فان ستيدن النهارده الا عشان مشاركته في كاس العالم للانديه، ما حدش هيفتكره الا علشان كاس العالم للانديه. صحيح. ما حدش هيفتكر الدوري النيوزيلندي، ما حدش هيفتكر ان انت عملت ماتشات حلوه، لكن هيفتكروا ان انت شاركت في كاس العالم للانديه. كل ده اول هدف للاهلي في تاريخ كاس العالم للانديه، هدف رائع سجله عماد متعب. كان في سيدني الاسترالي في نسخه 2005. ده 2005 بالظبط، ده اول هدف في تاريخ النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. اتمنى كمان انه الفتره اللي جايه لا نشوف اهداف اكتر، نشوف انجازات اكتر. انت شفت البرونزيه، محتاج انك تحقق كمان اعلى منها. اعتقد ان لعيبه الاهلي دايما عندهم الطموح، وان شاء الله ان هم يحققوا احسن مركز في البطوله اللي جايه باذن الله. ان شاء الله طبعا نتمنى التوفيق للنادي الاهلي في البطوله الكبيره اللي جايه، لان زي ما بقول لك هي بطوله على المستوى الفاليو، على مستوى البرستيج، زي ما بنتكلم على مستوى الانديه، النادي الاهلي محطوط في حته تانية خالص. ونتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في مشواره الدولي او مشواره العالمي في كاس العالم انديه، وكمان مشوار الدوري اللي احنا بداناه بفوز مستحق على مصر المقاصه، واستكمالا ان شاء الله يوم الجمعه باذن الله. يعني طبعا بنشكرك يا عمر، شكرا جزيلا على هذه يعني الفقره المميزه جدا، وان شاء الله على تواصل، وباذن الله يوم الثلاثاء الجاي بقى تحضر لنا بقى النسخ. احنا النهارده حضرنا 2006 استكمالا بقى ان شاء الله للنسخ السابقه للنادي، نستكمل المشاركات باذن الله ان شاء الله. عمر بنشكرك شكرا جزيلا. بعد الفاصل كابتن كبير، كابتن المحله، كابتن شريف الخشاب.